لليوم الثالث وزارة الداخلية بتواصل الاحتفال مع المواطنين بعيد الأضحى المبارك. رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن كانوا موجودين في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، وزعوا ورود وهدايا كمان على المواطنين. ارتاح أول ما تشوفه، وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنبه بيعينه، هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفهوش. قررت ان انا انزل النهارده اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واعرفهم ان احنا مقدرين جدا وبنقل لهم صوت كل الناس على وقفتهم وادائهم للواجب بتاعهم. كل سنه وانتم طيبين. كل عمر الشعب ده ايد واحده والفي ربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى ناس بنجاحه كتير كارهين. شعب اصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. بنحبك يا ريس وبنحبك يا مصر. بجد عمرنا ما عشنا العهد ده وتعاملنا بجد بالاحترام ده وبالأدمية دي. معايدة جميلة جدا، من أحلى ناس هي اللي حميانا في البلد. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا جدا على التواجد الأمني والأمن اللي احنا فيه. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايا الجيل. عزتنا نفس عزيمة قوية، موضوع مش محتاج لدليل. عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. كل سنة طيبين وبلدنا بخير والدنيا زي الفل إن شاء الله. كل عام وانتم بخير وإن شاء الله في تقدم وازدهار إن شاء الله. سنة وانتم طيبين. رجالة ولاد رجالة، إيد تحمي وإيد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. سنة وانتم طيبين وكنت أخيركم على مجهود اللي انتم عاملينه في البلد، ويا رب يحفظ مصر دايما. نشكر الرئيس على كل الجهود اللي بذلها وعلى كل الطرق الجديده اللي عملها وعلى المجهود الكبير اللي بذله. كل سنه ومصر كلها طيبه والرئيس طيب وبخير، وربنا يحفظها يا رب المصري، وربنا يحفظكم ويحفظ الشرطه. حاجه جميله اللي انا شايفها. انا والرئيس السيسي طيب وبصحه وعافيه، والانجازات مستمره، وكل اللي اتعمل احنا حريصين عليه. كل سنه وانتم طيبين وربنا يحفظ عليكم، ويا رب كل ايامكم خير وبركه وسعاده. كل عيد بتقول لنا كل سنه وانتم طيبين، قلنا نسبقكم المره دي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طبعا هم المصريين.